وخلال كلمة الرئيس السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أبدأ الرئيس السيسي سعادته بزيارة الصعيد، موضحا أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية. وعبر الرئيس السيسي عن تفاؤله بشباب مصر الذين يصنعون ويزرعون الأمل ويبنون مجدا بلا حدود. وإنه ليوم جميل أن أتواجد بينكم اليوم في صعيد مصر الطيب، وكم كانت سعادتي وفخري حين شاهدت كيف صنعت أيادي المصريين الإنجاز ورسمت جهودكم المخلصة خارطة جديدة للوطن. وتفاؤلي بشباب مصر الذين يصنعون التاريخ ويزرعون الأمل ويبنون مجدا بلا حدود، وثقتي في قدرتهم مطلقة. وتلك الإنجازات التي تصنع بعزائم المصريين جميعا إنما هي دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة. وأؤكد لكم بشكل قاطع إننا ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها معاً، والتي تزامنت مع إرادتنا الوطنية في استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته.